ومنذ تشكيلها كمبادرة تبنى إطلاقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نجحت صادرات البحرين في الأخذ بيد المنتج الوطني نحو آفاق رحبة من النشاطات الاقتصادية المتداولة الموثوق بها محليا وإقليميا ودوليا، الأمر الذي ترتب عليه رفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الفائض الاقتصادي وتنمية صادرات السلع والخدمات البحرينية التي تمتاز بالتكيف والتخصص والتجدد. يعد مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نموذج ناجح للاستراتيجية التي تم اعتمادها عام 2018 لتعزيز مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي وفي الصادرات الوطنية وفي توفير فرص العمالة للمواطنين. تم اعتماد الاستراتيجية بناء على عدة محاور، خمسة محاور أساسية واللي هي تشكل المحاور الأساسية أو التحدي لمعظم رواد الأعمال والمؤسسات في السوق المحلي. ومن هذه المحاور هي تيسير التمويل، تيسير الوصول إلى الأسواق، تبسيط بيئة الأعمال، تطوير المهارات وتعزيز الابتكار في هذه المؤسسات. وبناء على ذلك تم الانتهاء من 60% من مجمل المبادرات اللي تم اعتمادها في الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات أو لتنمية المؤسسات، واللي يعد نجاح أو قصة نجاح للشراكة بين القطاع العام والخاص. ومن أهم وأبرز هذه المبادرات هي تدشين صادرات البحرين، واللي تم تدشينها في نوفمبر من عام 2018، وتدشين علامة صنع في البحرين لترويج الصناعة الوطنية. هو تأكيد رسمي على نجاح مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعبر تبنيه لإطلاق مبادرة صادرات البحرين في تسريع وتيرة نمو الصادرات للخدمات والمنتجات التي صنعت في مملكة البحرين، واستدلال أقصر الطرق نحو التعريف بالمنتج البحريني وسهولة وصوله إلى العملاء في جميع أنحاء دول المعمورة. تهدف المبادرة إلى زيادة من تصدير المصدرين الحاليين والمحتملين، حيث ساعدت أكثر من 37% من المصدرين في دخول أسواق جديدة، في حين قامت بمساعدة أكثر من 20% منهم في تصدير منتجاتهم للمرة الأولى. إن طرح السياسات الحكومية المدروسة من شأنها أن تسهم في تعظيم الناتج المحلي الخام وتنويع فرص النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية الدولية لصادرات المملكة عن طريق دعم الشركات مختلفة الحجم ومساندتها في خطتها التوسعية على المديين القصير والطويل. طبعا عندنا تيسير عمليات التصدير اللي من خلال روابط دولية مع المشترين العالميين التي قد تساهم في توسيع فرص التصدير. طبعا استشارات الصادرات والتداول الدولي من خلال باقة خدمات لمساعدة ودعم المصدرين في تحديد مواقع التصدير وشركاء محتملين بهدف تعزيز تواجد الشركات البحرينية في الأسواق العالمية. وطبعا غير تمويل الصادرات وتزويد المؤسسات المصدرة بمعلومات السوق والدعم لتمكينها من الوصول إلى المزيد من الموارد حول الأسواق الدولية. وعندنا طبعا مبادرة مبيعات التجزئة الدولية ودعم التجارة الإلكترونية. دائما ما تثبت البحرين قدرتها على مواكبة التطور الحاصل في المفاهيم الاقتصادية من خلال زيادة مقدار الاهتمام الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير بيئة أعمال داعمة لها لعمق دورها الفاعل في التقليل من الاستيراد وتحسين الصادرات ومساهماتها الفعلية في دعم الناتج الوطني القومي. إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأقدر على تعظيم الفائض الاقتصادي للمجتمع، وهي الأجدر على تحقيق الكفاءة الإنتاجية من خلال وفرة عنصر رأس المال، فضلاً عن قدرتها على استخدام الموارد النادرة بكفاءة أكبر. وبالمعنى القريب، براعة تلك المؤسسات في توظيف الفن الإنتاجي المناسب ضمن آلية الاستعمال المباشر لعناصر الإنتاج. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.